ساكن إكسبو 2023 لبقية الدورة السابعة هنا حتى رحال من مدينة بوزليقة، فمحظوظين حنا أبناء هذا الإقليم اللي كاين هذا المعرض رائع ساكن إكسبو في الدورة السابعة. مشكور السيد عامل عمالة إقليم الاستيمان سي سمير اليزيدي رئيس مجلس إقليمي لبن سليمان، رئيس المجلس الجماعي ببوزليقة والسلطات المحلية باشا مدينة بوزليقة، الدرك الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، القوات المساعدة والسلطات المحلية. وأحيي برلماني إقليم بن سليمان السي ياسين عكاشة، فشيء جميل يحضر معنا شخصيات بارزة. وشكرا مرة أخرى رئيس المجلس الجماعي ببوزليقة وجميع أعضاء المكتب لأنهم واقفين من البداية في هذا المعرض في الدورة السابعة، وشكرا لرجال الصحافة والإعلام لدائما مواكبين معنا هذه الأنشطة الجميلة. هذه الدورة السابعة سكن اكسبو، علاش نقول اكبر معرض العقار؟ على ود اكثر من 60 اكسبوزون ما بين فيلاج لارتيزانا ولي بروموتور ايموبيليي لي لوتيسور لي بنك لي زورغانيزم دو كريدي و لو فيلاج لارتيزانا اللي فيه اكثر من 40 عارض في المجال ديال الصناعه التقليديه. سكن اكسبو سي 20000 فيزيتور ان شاء الله اللي تنتظروهم هذه ليديسيون هذه. وعلاش درنا بوزنيقه؟ باسكو سكن اكسبو نورمالمون الرباط، مي درنا بوزنيقه عندنا واحد اون ان اوبجيكتيف ديال ليكسبورطاسيون دو سكن اكسبو في كاع لي ريجيون. اذا نبداو بوزنيقه وندوزو لي زوت ريجيون دو ماروك، ومن بعد ان شاء الله اون فاس اكسبورتي ميم ا ليترونجي، باسكو المجال العقاري في المغرب مجال زعما من احسن المجالات اللي رائده. وهذا العام هذا درناه في دات دو 27 او 30 جويي، على ود اون فو توشي بلوس دو ام ار او، باسكو هذه المنطقه تتكون معروفه بالناس اللي جايين يدوزوا الصيف في هذه لا زون بالنيير. دوكو حنا اون فو سابروشي ا او باش يجيو يعرفوا العروض اللي كاينه في بلادهم ويساهموا في النمو ديال البلاد ان شاء الله. حنا اول مشاركه ديالنا في هذا الصالون ديال سكن اكسبو في النسخه السابعه ديالو، وان شاء الله ما تكونش المره الاخيره، وحنا فرحانين بزاف حيت شاركنا هنايا مع الشركات المنافسين ديالنا. وبالنسبه للشركه ديالنا حنا عندنا مشاريع في مدينه ديال تازه توشطات، عندنا في سلال الجديده وفي عين عتيق وفي كازا، عندنا سكن الاقتصادي، كنديروا البقع الارضيه وكنديروا حتى المويان ستونديك دي ريزيدونس فيرمي افيك بيسين وكلشي. هذيك كما قلت اول مره كنشاركوا، وكنتمنوا ما تكونش الاخرى، وكنتمنوا زعما يجيو الناس هكا يتعرفوا على المشاريع ديالنا. بالنسبه لهذا لا بروموسيون ايموبيليير ولات كاين اقبال، الناس زعما تبارك الله ولاو كيشريو الدويرات ديالهم، كاين اقبال على 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 الشراء ديال الشقق بالنسبه للمغاربه اللي كاينين هنايا في المغرب، لا المغاربه الخارج كاين اقبال كبير في الصيف تبارك الله. كيكون كما كنقولوا كيكون البيع، كيكون كيدخلوا المغاربه المقيمين في برا كياخذوا، الناس هما اللي هنا كياخذوا، يعني تبارك الله الحمد لله كاين اقبال على العقار.